الساعة هلا 12 الله، وانا رح اخذ اول وجبة. هاخد ملفوف مثل طبخة امبارح. امبارح ما اكلت كتير منها لان كتير كان مؤخر الوقت، فرح اتغداها تقريبا. هاخد على اول وجبة، فهلا حطيتهم بالمايكروويف عم سخنهم. اوكي سو هيدا صحني. قاعد ناطر ياكل كمان. اليوم الصبح وقفت على الميزان ونازلة كيلو كم جرام، ما رح نحسبهم الكم جرام، نازلة كيلو. فخلال أسبوعين صرت نازلة 3 كيلو. بعتقد هيدا رقم كتير حلو ومنطقي، خصوصا اني عم باخد يوم عم علي فيه الكربوهيدرات، فالنزول مبسوطة فيه. طبعا انا هيدا الاسبوع ما تحركت كتير. الاسبوع الاول عملت رياضة بشكل اكبر، هذا الاسبوع ما كتير، كان عندي ضغط الشغل. فبالنسبة للحركة اللي ما تحركتها، بعتقد نزول مبسوطة فيه، الكيلو مبسوطة فيها، لانه صراحة يعني اليوم لما وقفت كنت متوقعة ما اكون نازلة شيء، او نازلة مثلا شيء نص كيلو. فثلاثة كيلو بأسبوعين، وفضلنا قديش لنخلص 20 كيلو؟ 17 كيلو. شوي شوي وبخطوات صغيرة وخطوات صحيحة، إن شاء الله أكيد بوصل لهدفي. وأنتو كمان ما تستعجلوا على حالكم، شوي شوي، المهم عم تشوفوا نتيجة، حتى لو نتيجة صغيرة بس مع الوقت بتجمع، وهذا لازم يكون اللي ببالكم. مرة قريت، ما عاد اتذكر مين هو الكاتب، بس قريت، كنت عم بقرا كتاب وكانوا عم بيقولوا الناس اللي ما بتنجح بتطبيق الدايت بتكون كتير كتير مركزة على الهدف النهائي، بس لو بحاولوا يركزوا يحطوا الهدف النهائي اللي بدهم يوصلوا له ببالهم، بس يركزوا على الاستمتاع بالرحلة للوصول. فيعني مش تحملوا حالكم وهي انا بدي اكل هذا الاكل اللي ما بحبه عشان بدي اوصل لها، اكيد ما رح تنجحوا، حتى لو نجحتوا رح ترجعوا تزيدوا بالوزن. فحاولوا انكم تستمتعوا بالاكل اللي عم تعملوه، تستمتعوا بالرياضة اللي عم تعملوها، تستمتعوا بالرحلة. هذا القصد من الموضوع، استمتعوا بالرحلة مشان تحسوا بطعمة النجاح لما بتوصلوا لهدفكم. أنا اليوم فضيت حالي من الشغل مشان نعمل الشوبينج تبع المدارس، لأنه أسبوع جاي المدارس بتبلش. فاشترينا شوزات، شناتي، بعد في بس بعض الشغلات الصغيرة، أقلام وهيك شغلات. بس هلأ الست ليلي بدها تروح تعمل ضفيرة لأول مرة، أنا بحياتي ما مسوية ضفيرة. بس هي بتاكل ضفيرة، فعملت ديل أنا وياها إذا بتبطل تاكل ضفيرة باخدها تساوي، باخدها على الصالون يعني تساوي ضفيرة هونيك. فطوله هلأ، لأن طول الصيف هي ملتزمة، هي فرايحين نشوف إذا فينا ناخد موعد ولا فينا دغري نفوت ونساوي وتساوي ضفيرة. ما بنعرف شو رح نعمل، لا أنا بفهم بهالشغلات ولا هي، فأول مرة. فخلينا نروح. This is new, isn't it? Forget the envelope. No. خلصنا موعد الأظافر، فرجيكم إياها. هدول ضفير ليلي الجديد اللي ما بقى رح أتعضن بالمرة. عملناهم كتير هيك كيوت مشان المدرسة،
هلا ممكن كتير تنتبه لمعلمات ويقولوا لها شي اليوم، بس هي بدها تاخد الريسك. ما طولنا هون كتير كتير ناتشرال وكيوت. يو هابي؟ يا اوكي. ما بعرف امتى رح يخلص هيدا النهار. هلا الساعة 6 المساء، او هلا رايحين نجيب ستيشنري ونكون خلصنا، لاني ما عندي استعداد ابدا نروح يوم تاني ونخلص اغراض المدرسه. خلص اليوم بدنا نخلص كل شيء. اشترينا التياب، شوز، شنطتي، كل شيء بدنا اياه تقريبا ما عدا ستيشنري، يعني الاقلام والانانه المي وهيك شغلات. فهلا رح نروح ان شاء الله يكونوا بعدهم فاتحين المحلات، ورح جيب شغلات اللي بدي استخدمها للعشاء معي. بعتقد اليوم رح اعمل سامن مع رز القرنبيط، ان شاء الله نلاقي الاغراض. بس يلا نشوفكم. ماما. Yeah. I wanted those type of pencil cases. You know the ones that Smiths make. You know where you push it down. Like it has a rubber. Oh, the one. Like these ones? Obviously not this one, but no, we like. I like those ones. Yeah, not like those. One. Yeah, like this. Do you want to? Oh, no. You can't open it and have a look. No, I can. Mm. A little. So cool. And also, like that color. You can also open this. It doesn't have the double-sided opener, but like. You think about it? Okay. They even got a backpack. I don't need one. Me? No, how about that one? The black one? There's like three stuff. I'll take it back too. You don't like the black one? What is this? There's three stuff here. Oh, it's like a watch man. That's pretty cool. Mm-hmm. Spot watch. What's like that one? I don't know. Do you like this? No. It's funny. What is, it has that one. On. There's a girl's one. I mean, it's... No. You like it? Yeah. This is cool. I'm officially horrible. Huh? This is nice. Oh, my friend had that. Okay. It's me. هيدي ما حدا حبها فيكم؟ حلوة كتير. No, it's not. No? Bad vibes. Bad vibes? Do you want that color? Yeah, that's what they... Yeah, it's a sharpener. And a rubber? I think. Yeah, it's a sharpener rubber. Okay. But it has like stains on it. So okay, there's this one as well. Isn't there stains? Oh. Okay, yeah. But which one am I gonna get? Because make up your mind quickly, please. Okay. يلا ليوني انت كمان. اخذتي وحده؟ اخذتي وحده من هون؟ بابا لا. Don't you need them? You did? Okay. طيب عندك واحد من هون؟ كومباس؟ Yeah. Okay. I think. Yeah, I do. You think? I do. I remember using them. طيب, which one do you want? If you like it, get it. Okay. Do you need any pens? Can you choose quickly before they shut? السمك جاهز للفرن. السمك اللي لقيته كان محطوط عليه بهارات فما بعرف شو محطوط. نبلش برز القرنبيط، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. هلأ رح نضيف رز القرنبيط، نخلطها شوي ونقليها مع زيت الزيتون.
هلا رح اضيف ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي. حطيت ملح كتير، حطوا اي بهارات بتحبوها، انا رح خليها بس هيك سمبل. هلا رح اضيف حوالي كبايتين من البي شوت والبيبي ليف سالاد، خضر ورقية يعني، ممكن كمان تحطون على جنب، مش ضروري تحطون مع الرز اذا ما حبيتوا، بس انا عشان خفف حدية الخضار على جسمي اغسلهم بهاي الطريقة. اوكي، وها هي الرز الكيتوني صار جاهز. اوكي حلوين، وهيدا عشاية. حطيت رز الأرنبي، 2 سامن ونصف أفوكادو، متوصاية بحالي اللي ما بعرف إذا رح أقدر أكلهم كلهم، بس هيدا عشا اليوم. أوكي شكرا كتير لمتابعتكم، بشوفكم بكرة في فلوج جديد. باي باي.